اولا كنحضروا في هذا العرس القضائي الرصين اللي هو قيمه مضافه للقضاء المغربي واللي كيجمع ما بين عمالقه القضاء المغربي الاسباني في لقاء للمره السابعه في معاهده تجمع ما بين محكمه النقد المغربيه والمحكمه العليا الاسبانيه والتي تناقش عده مواضيع مهمه إشكالات مطروحة على القضاء ليستقر فيها اجتهاد قضائي موحد ما بين القضاء المغربي والقضاء الإسباني. فهذا الملتقى اللي حضرنا له اليوم كان حقيقة في مستوى عالي جدا، لا من حيث المداخلات، لا من حيث المواضيع، لا من حيث الأشخاص اللي تناولوا الكلمة في نقاشات معمقة إن في مستوى القانون التجاري أو في استقلال السلطة القضائية في القانون الاجتماعي، واللي حقيقة خرجت بتوصيات 10. التوصيات ستكون خارطة للطريق في اجتهادات قضائية مستقبلية، وهذا شيء جميل يذكر في صحيفة السيد الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقد، وكذلك السيد خوصي رئيس المحكمة العليا الإسبانية. حقيقة هذه التفاتة مهمة جدا اللي حضرنا فيها واللي بدلنا واحد نقاش بسيط حول هذه المواضيع واللي حقا كانت استفادة مهمة وعامة للطرفين معا. شكرا. لعلها هي التي دفعت الكاتب والمفكر الإسباني خوان غويتسون.